من الجرفة والمحبة والعطاء وأيضا المواطنة، اجتمعنا اليوم لتكريم الأمهات المثالية، لتكريم المثال الحقيقي للحب والعطاء والتفاني والتضحيات. إنها الأم يحتفل اليوم بحب مستقبل وطن برئاسة الأستاذ حماد ميسا حماد أمين حب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، بتكريم عدد 38 أم من الأمهات المثالية، من بينهم 10 من الأمهات الفائزين بـ10 رحلات عمر و28 آخرون جوائز أيام. نبدأ حفلنا بكلمة من الأستاذة شيكان فؤاد أمين المرأة بحب مستقبل وطن.